وهلأ بصحت هدفي. هدفك طيب إمتى رح تنتهي هالقصة؟ لما ياخد تحسين كورلوداك حكم بكل جرائمه، وقتها رح ينتهي هالألم. لا قصدي إمتى رح توقف قدام الرجال وتقول أنا مالي جسور على مدار، وتقول إنك جسور ابن كارة حسن؟ طولي بالك، في وقت. إذا عرف مين بكون رح يحتاط كتير ويساوي شي شيطاني كمان. بالأول رح كون أكتر زلمة بيثق فيه، يعني أنا لازم أحصل على شي من هالرجال، يعني لازم تحسين أفندي هو يلي يسلمني كل ثروته بإيدي، يعني كل اللي سرقوا من عيلتي. معناها استعد واسمعي اللي رح أقوله. يونيكال بيكسو كونوكيون بدهم يتحدوا. حلو كتير. وإمتى هالشي؟ بواحد الشهر رح يعلنوا هالشي. تاني يوم أنا لازم روح على لندن لحتى راجع آخر عقدته. يعني معي 20 يوم لحتى أقنع تحسين أفندي باستثمار المصاري بالبورصة. إيه لازم هيك. شغلك رح يكون صعب لأنه لحد هاي اللحظة يونيكال بيكس ما حطوا مستثمر لإلهم. بيكون أحسن هيك لأنه بيربح أكتر. رميت الصنارة قبل هالمرة وكورلوداك أفندي من وقتها بلش يفرك إيديه. بس ليك جسور، لو سمحت انتبه. ليك عمالي اللي بدك إياه عالسكت، بس لا تلفت انتباه السوق ماشي؟ يعني لا تحرقني. لا تخافي أبدا، ما حد رح يحس بهذا الشغل. حتى بنهاية هالشغلة ما رح خلي تحسين يربح قرش واحد. كيف؟ بس لازم يربح هدول المصاري لحتى يثق فيك ولحتى هو يأمنك على كل مصاري. وأنا ما بدي فوت 5 قروش لجيبة هالرجال، ومع هيك رح كون أنا أكتر زلمة بيثق فيه بهالحياة. بتراهنيني؟ لا أنا ما براهنك على أي شيء أبدا. صحتك. إيه؟ هاي سوهان جسور. أهلين سوهان. شو أنت فاضية؟ إذا مشغولة بعمر بنحكي بعدين. لا بنوب أنا فاضية، أنا وجسور عم نتعشى بكورلو داك. لا معناتها ما فيك تحكي. تعالي بكرة الصبح على الأوتيل، بوقتها بيكون جسور طلع. رح كون لحالي على الفطور. إيه طيب نتواصل بكرة. ماشي روحي على التليفون. إيه صح، لسه بدي إلك شغلة. جسور بيسلم عليك. سلمي عليه. طالعة نام. تصبحي على خير. تصبحي على خير. وكأنه حاسة بالذنب تجاهي بسبب بوستكم، شفت؟ حتى ما قالت لي إنك مرقت لعندها. بانو خلص بقى وسكري لي على هالموضوع. شو قلت؟ خليني اتسلى شوي، عم فكر كيفية رح تتلوى بكرة. خير؟ كل ما قللتوا هاللقاءات كل ما كان أحسن. هاد تماماً اللي كنت بدي أقوله، بس ما بتقدر تبقى بلا سوهان بنوب. عن جد؟ براهنك اليوم إنه رح تعشق هي البنت بجنون بنهاية هالموضوع. هاد شو بتراهني ولا لا؟ لا
أوتيل المدينة، تفضل. مرحبا، أنا بدي أحكي مع المدام بانو، هي نازلة بأوتيلكن. للأسف هي مو بالفندق هلأ. بتحبي إلا شيء؟ هي مو نازلة بغرفة جسور على مدار، لأنه أنا بدي أبعت لها شيء لهنيك. لا، الست بانو نازلة بالغرفة 108. أنت إذا بتحبي بعتيها على الاستقبال وهنن. بقدر فوت شوي؟ ايه تفضلي. سهان روحي، يعني اليوم ما قدرت لاقي اي فرصة لحتى اجي واحكي معك. بخصوص شو؟ اليوم ما رحت لعند مهربان خانو. ليه بقى؟ بولان طلب شوفه، المسكين مهموم كتير. يعني انتوا قعدتوا سوا وحكيتوا عني؟ هو بيظن انه علاقتكم خربت بسبب جسور على مدار اوغلو. هذا بولانت هو بيحط كل العلل والحق على غير ناس دائما، على طول هو الصح ونحن يلي ضده. انا قلت له هالحكي بس صدقيني. ليكي السبب ما نو مهم، بس قلي لي شغله، يعني انتوا انفصلتوا وانتهى كل شيء هلا؟ ليكي هلا ما بدي اخذ اي قرار للمستقبل، مو مزبوط؟ هذا الحكي أنا بفهمه وعندك حق، لا تستعجلي بالموضوع. أكيد. وغير هيك جسور شخص مميز كتير، الحكي بيننا شاب كتير جذاب، وإذا انغرمتي فيه رح صدق لأنه الحق معك. أنا ماني مغرومة بحدا مرت أخي. ليكي اصحك تقولي مثل هيك شغلات لأخي لو سمحتي. أكيد لا، ليش أنا بحكي له هيك شغلات؟ أصلاً أخوكي مثل أبوكي ما بيحبه أبداً، وإذا عرف رح يتضايق. وهلأ أنا معك، أنتي لازم تفكري بحذر قبل ما تخطي أي خطوة وترجعي لورا، لأنه يا حبيبتي سوهان للأسف أنتي الكل عيونهم عليكي، ولقمة كتير شهية للطماعين. إذا ما كنتي كتير حذرة صيادين الثروة رح يحوطوكي من كل محل ورح تخسري. وغير هيك نحن ما منعرف هذا جسور مين بيكون، منعرف شي؟ بعدين اللي عمله، يعني أنا حسيت إنه كان مخطط له كمان. هوب فجأة الفرس بتجن وهو بينقذك وبينقذ عمي تحسين من حريق بيته، كان بأصعب وضع بمكان الحادثة. شو بيعرفنا ما يكون كل هالشي من فعله؟ شو هالصدف كلها؟ ما هيك؟ ما فكرت هيك بنو. ليكي يمكن تكون صدف كمان، بس هو من أول ما حط رجله بكورلوداغو إجا ما ضل مصيبة وما صابتنا. مزبوط كلامي؟ بعدين قلت له لكورهاني بعد عنه ولا يتورط معه بأي شيء، منيح انتقل على الأوتيل، المهم ما يكون قريب منا. يلا عنهم، تصبحي على خير. تلاقي الخير. عم دور عليك. أخذنا الحكي شوي. تصبحي على خير. تصبحي على خير.